السلام عليكم، معنا اليوم حبيب الله لعبة جديدة نزلت على هواتف الاندرويد. صراحة هذه اللعبة تشبه لعبة توم برايدر، فصراحة الجرافيكس الخاص بها كالجرافيكس المتواجد على العاب البيسي. سنقوم بتجربتها معا. بالطبع اللعبة بحجم 500 ميجا بدون انترنت، رابطها في اول تعليق. فقبل ما نستعرضها لكم لا تنسى وصلت على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ويلا بنا لهذا المقطع الرائع. فكما تلاحظون معنا حبيب الله، ها هي النسخة الذي قلت لكم الجديدة صراحة والرهيبة. على العموم حبيب الله، هذه النسخة يعني ما زالت ديمو للأسف، يعني أول إصدار لها فقط ديمو، وهي متواجدة على البلاي ستور ولكن لا تدعم الدول العربية. لهذا السبب أحضرت لكم رابط خارجي. سنشاهد حبيب الله، انظروا معنا البداية الخاصة باللعبة رهيبة. هل تشاهدون الجرافيكس؟ واو، هذه ماذا ذكرتكم حبيب الله هذه الشخصية؟ ألم تذكركم بشخصية المتواجدة في توم برايدر؟ نعم حبيب الله، إنها نفسها تماما. فكما تشاهدون معنا يعني نفس الشخصية، ليس نفسها ولكن شبيهة لها مع هذا الجرافيكس. حقا حقا اللعبة رهيبة جدا. انظروا معنا إلى الجرافيكس، يمكنك أيضا التحكم في الجرافيكس هنا مثلا على حسب نوعية هاتفك، هل يدعم الجرافيكس العالي أم المتوسط أم الضعيف. فعلى العموم حبيبي فلا، شاهدوا معنا، سنبدأ الآن بعض من المغامرات الرائعة، يعني سيكون مقطع بسيط نوعا ما. فعلى العموم هيا نتقدم. ماذا يحصل هنا؟ أوه، إنها ترى في الأسفل، ليس هناك أي خطر على ما أعتقد. أوه شاهدوا معنا، واو صراحة شيء رائع جدا، لا من ناحية التحكم، كل الأشياء جميلة في اللعبة. شاهدوا معنا إلى هذا المكان. نعم هيا نقفز. نعم هناك على ما أعتقد شيء، ما هنا، هيا نأتي. أوه هذا الشيء يعني يد على شكل سلاح. نعم ما هذا؟ واو صراحة الجرافيكس رهيب، والله الجرافيكس أعجبني. شاهدوا معنا حبيب لا إلى هذا الجرافيكس، يا سلام جرافيكس حقيقي. أوه هنا سنستعمل اليد، شاهدوا معنا، واو هيا من جديد، بوم يا سلام. هيا نأتي من هنا، هناك هذا المكان ليس فيه أي شيء. العلب كما تشاهدون معنا، يحصل بعض اللاج عندما نستخدم السلاح. فكما قلت لكم، لأن النسخة ما زالت ديمو بعد، يعني ليست الكاملة ولا حتى بيتا، بل ما زالت ديمو فقط. نأخذ بعض الأشياء. فعلى العموم ألا يمكننا تجاوز هذا الشيء؟ نعم لا يمكننا. هيا نصعد للأعلى على ما أعتقد، هيا على هذا الشكل، نأتي من هنا، نقوم بتفجير الأشياء أيضا. وهنا عرفت الآن، انظروا معنا، ها نحن قمنا بتفجير هذا المكان فكما تشاهدون. فعلى العموم حبيبي فلا، اللعبة يعني مليئة بالأسرار ومليئة بالأشياء الرائعة. ماذا فعلنا؟ كان يجب علينا أن نقفز كما تشاهدون معنا. فعلى العموم نتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، فدمتم في رعاية الله وحفظه، وصراحة الجرافيكس الخاص بها رائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.